طيب انت الفترة اللي قضاها احمد كرئيس الاتحاد الافريقي انت شفتها ازاي؟ هو والله كان في ما كانش له خبرة كافية، وهو جه يعني احنا قلنا ان جه كانوا اي حد الا عيسى حياته. يعني هو كان في انتخابات في فرنسا مع 2012 لما نعم ساركوزي خسر الانتخابات، كان في ترند كده بيقول لك تغيير كله الا ساركوزي، كله الا ساركوزي، ما هوش الافضل جي يعني الاختيار الامثل. فجاء اولاند جاء بداله، وكان فتره سيئه برضه في طبعا فرنسا لانه كان اختيار مش على اساس كفاءته هو، وهو كان اولاند كان ما شغلش حتى منصب وزير في فرنسا. فكانت هي دي كان نفس العمليه، كان قال لك العمليه تغيير قال هنا لك يبقى كله لازم تغير تغيير هنا. يبقى اي حد الا عيسى حياته. فجاء احمد احمد يا احمد 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 ما عندوش خبره ان هو يدير كانت علاقتك منظومه بيه، هل كبيره. هو هل فعلا رفض حضورك اجتماعات الاتحاد هو في الافريقي؟ الاخر في الاول انا حاولت اعرف، ما عندوش خبره فحاولت اساعده. هو كان عنده افكار، يعني من ضمن الاخطاء اللي انا عملتها ان انا ساعدته في عمليه ال 24 واحنا مش مقتنعين اصلا بالزياده بال 24 دي، فعملها. وبعدين البطولات بقت مش عارفين، البطوله ال 21 بتاعت الكاميرون دي تأجلت وجت مصر، وبعدين طب الكاميرون السنه الجايه، وبعدين دلوقتي هتلاقي 22، طب 22 دي فيها سنه كاس عالم. الناس يعني هو نقدر نروح احمد جه في غفله من الزمان بالظبط في بالظبط الاتحاد الافريقي. طيب